حقيقة أنا سعيد جدا بعودتي لنادي النصر وبمشاركة الأولى معه، وأنا فرح لتواجد جمهور النصر الكبير وبدعمه لي وللفريق. نعم، أتمنى أن أتوج مع فريق النصر بالدوري وبدور أبطال آسيا، وهذا ما سنسعى إليه وسوف نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. What about Nasser fans? Thank you. أعشق جمهور النصر وأتمنى أن نكون هذا الموسم عند حسن ظنهم، وأتمنى أيضا منهم أن يساندوننا في كل مباراة. Thank you. الدورة في أي لحظة. باشا 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 يلعب كرة عرضية. What about Saudi Arabia? What do you know about Saudi Arabia before? Before only come. الدوري السعودي دوري قوي جدا ويمتلك العديد من الأسماء القوية، وأنا محظوظ للعب فيه وفي فريق عريق مثل النصر. كما تعلم الهلال فريق كبير، وأتمنى أن نوفق ونفوز عليهم في المباريات التي ستجمعون بهم. فريقنا على أتم الجاهزية للفوز في جميع المباريات. ناصر جود جيم إن شاء الله. Who is your friend in club؟ وليد عبد الله. حقيقة جميعهم أصدقائي، لكني أرتاح كثيرا للاعب عبد المجيد صليهم، فهو أكثر شخص قريب مني. برأيت؟ Yes مجيد. مجيد صليهم. Yeah مجيد. Okay. What about team now? What do you know about other club؟ هلال، اتحاد، أهلي. I'm look yesterday. شاهدت لقاء الاتحاد الذي لم يوفق في مباراته الأولى، لكن أعتقد أنهم سيستعيدون عافيتهم في المباريات القادمة. الاتحاد ناصر I'm look good club اتحاد. Did you try to learn Arabic؟ إن شاء الله. What do you know؟ زين لا شخبارك. شخبارك. الحمد لله. الحمد لله. حبيبي نصراوي. حبيبي حبيبي نصراوي. حبيبي نصراوي.